اكبر دليل على كده انت عندك ناديين، السير في مانشستر لما مسك الديكسيون بتاع مانشستر يونايتد وداهم فين، وبعد ما مشي ايه اللي حصل؟ يورجن كلوب من فلوس بتدفع كتيره في ليفربول لغايه لما هو مسك الديكسيون بتاع ليفربول، شوف نجح ازاي، لان هو الاداره واصله ان ده لما بيجي يختار مثلا يقول لك ميدو انا محتاجه وانا بدفع وانا ضامن ان الراجل ده، زي مثلا داروين نونيز مش بالرقم اللي يجي بيه ولكن ابتدى يندع، ابتدى يندع والسنه الجايه بقى افضل. وفي نفس الوقت يا طارق الاخطاء موجوده اكيد طبعا. يعني مفيش نادي ومفيش مدير رياضي ومفيش بتاع هو جامد لان دي كوره بس ما تبقاش بهذا الكم طبعا، ويعني يعني ما يبقاش 70% من اللعيبه اللي بتيجي في بعض الانديه لعيبه لا تصلح، مش شرط لعيبه وحشه لكن لا تصلح لهويه النادي او اسلوب لعب المدرب او لطريقه ان النادي يبقى فيه، ما ينفعش الناس صح. يعني دي تخرج علينا تقول ان احنا ناس ناجحين في الاداره وما تعانتش بقى، يعني انت خلاص غلطت اوكي تعترف ان انت غلطت وخلاص بقى، وتسلم بقى يعني اللي جام لحد تاني هو اللي يسوق وخلاص، وانت تعبت تاخد خطوتين لورا وتسيب غيرك هو اللي يدير لان انت كنت غلطان وهو ده اللي هينجحك. لكن طول ما انت بتعاند وبتكابر ومش شايف اللي انت غلطان، مع ان الناس كلها عارفه اللي انت غلطان وكله بيقول لك انت غلطان، بس انت مش مقتنع فانت عمرك ما هتنجح. طارق احنا 18 فريق في الدوري منهم اربع انديه ونص ما بدلوش المدربين. يعني ايه ونص؟ الزمالك شباب ها تعالوا نطلع فاصل ونكمل مع النص شبرا شبرا.